يا مساء الفل على حضراتكم، وحلقة جديدة من الأهلي في رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب يكون شهر سعيد ومبارك على الجميع. النهاردة إن شاء الله عندنا حلقة مهمة جدا جدا جدا، زي ما بيقولوا حلقة ليلة الامتحان. بكرة إن شاء الله عندنا مباراة مهمة جدا بينتظرها كل عشاق النادي الأهلي، بكرة في الساعة 9 مساء في استاد القاهرة، النادي الأهلي أمام الهلال السوداني. يا رب كل التوفيق إن شاء الله، وكل الدعوات بكرة للنادي الأهلي، وتكون ليلة سعيدة ويوم جميل إن شاء الله على كل جماهير النادي الأهلي. النهاردة إن شاء الله عندنا حلقة مميزة جدا، هيكون فيها كمان تحليل فني مميز إن شاء الله، هيكون ضيف يضيفكم في الجزء الثاني من الأهلي في رمضان، واحد من أبناء الأهلي السابقين، كان نجم كبير ودايما ليه آراء فنية مهمة جدا وليه تحليل مميز مهم جدا. هيكون ضيفي وضيفكم النهاردة كابتن ضياء السيد، هيكون في الجزء الثاني إن شاء الله، وهنسرد وهنتكلم ونشوف التشكيل الأفضل وإزاي يواجه النادي الأهلي، وكولر ممكن يلعب إزاي، ودور الجماهير إن شاء الله اللي هيكون ليها دور مهم مؤثر بكرة. ودايما معتادين إن جماهير النادي الأهلي هي اللاعب رقم واحد. لكن في بداية حلقتنا النهاردة برحب، مش هقول بضيفي بقى، لا ده بزميلي العزيز المتألق دائما محمد سعيد. شرفنا منورنا محمد. مساء الفل يا كابتن أسامة، ومساء الفل على كل السادة المشاهدين، مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، جمهور النادي الأهلي العريض في كل أرجاء العالم العربي. وبالتأكيد زي ما قال الكابتن أسامة، مراجعة ليلة الامتحان هي المراجعة النهائية لمباراة الغد ما بين الأهلي والهلال السوداني في ختام مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. هي مباراة بثلاث نقاط، ولكنها هي مباراة حاسمة وفاصلة في مشوار القلعة الحمراء في دوري أبطال إفريقيا من أجل حجز البطاقة التأهل الثانية مع فريق سان داونز للتواجد بإذن الله ضمن الثمانية الكبار. كما هي العادة، الأهلي دائما من ضمن أو أكبر فريق في القارة الإفريقية، أكيد إن شاء الله هيكون موجود في الأدوار النهائية، ولكن عشان يتواجد في الأدوار النهائية لازم بكرة نلعب مباراة كبيرة، مباراة نسعد فيها جماهير النادي الأهلي. اعمل اللي عليك، أدي وحاول قدر الإمكان تستمتع بالمباراة، والجمهور كمان هيعمل اللي عليه وهيساند وهيشجع وهيؤازر. وبصراحة كابتن أسامة، على مدار أسبوع أنا شايف ملحمة حقيقي في التعاون اللي موجود ما بين كل الإدارات التنفيذية داخل النادي الأهلي، وأيضا حقيقي كمان ما بين الجهات المعنية في الدولة، وزارة الداخلية، وزارة النقل، كل الجهات المعنية عشان ترسم البسمة على شفاهات الجماهير الكرة المصرية في المقام الأول، وجماهير النادي الأهلي في المقام الثاني.